المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. مانا مرتبة إيمان مرتبة بالدين كان كون دون قوم إنقول الله سبحانه وتعالى. ما هو الإيمان؟ كون دون قوم إنقول. الإيمان هو قول باللسان كان تقول لا إله إلا الله. مانا قوم إنقول وني ورغو كان إنقل من دي أوتك إنتا لا إله إلا الله. واعتقاد بالقلب يعني هذا الذي تقول بلسانك لابد أن الباطن يوافق الظاهر ليس كالمنافق نسأل العافية السلام هارنونك ساوي لا إله إلا الله كون أونيكو في بداك بيرنكم بيهارون ديرك وولو داكم كان يبقوا أونيك بيرنكم سيوانا رون هاري أوتي جواي ونافي جيتين وولو قا قد انغار راكا أونيك بيرن وعمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب مثل الخوف عمل الجوارح مثل الزكاة مثلا مالكا جما جاي قم إنال golle bernde hondo wondo sifa hulugol amma golle tereden sifa itugo wana horugol itugol zakay yazid wa yanqus al iman ngal gombi nanno hino beydo hino duyto kati nu'id marra ukhra ta'rif al iman huwa qawlun bil lisan mana filito den kadi bangingol ko dun iman ko wolugo ka denga wa i'tiqadun bil qalb في بقول لهم كونك وول أراك دوني كبرنة ما كاتي. وعمل القلب وعمل الجوارح. قول لي تقول برنة نين كان يوم أقول لك ترى نين كان يوم كاتي. يزيد وينقص. إيمان نون بيدو هنا لوي تو كاتي. أركان الإيمان ستة والله أعلم. ما نتوقع الإيمان لنون قد جيغو